بسم الله الرحمن الرحيم. من هنا ونحن على جبل عرفات يشرفنا أن نقدم تهنئة العيد لأهلنا في مدينة يافا وفي مدينة اللد وفي مدينة الرملة. نقول لهم جميعا كل عام وأنتم بخير. نقول لهم فردا فردا وبيتا بيتا تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وأسأل الله تعالى أن تفوموا وأن تكونوا نعم الحارسين للمسجد الأقصى المبارك.